وفي مدينة لحج جنوب البلاد قصف الحوثيون عددا من المناطق في مديرية كرش، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص فضلا عن نزوح عشرات الأهالي جراء القصف. ومن جهة أخرى قتل عدد من أفراد المقاومة الشعبية وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرة عسكرية مواقع للمقاومة في محيط قاعدة العند الجوية في المدينة. وتضاربت الأنباء بشأن الطائرة، حيث أشارت بعض المصادر إلى أنها تابعة لقوات التحالف، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أنها انطلقت من قاعدة العند الجوية التي يسيطر عليها الحوثيون.